بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني أول شيء نرجو أنه الصوت واضح عندكم، لأنه في عندنا تشويش كتير في المسجد، فبس أي واحد يحط لنا ملاحظة إذا كان الصوت واضح ومفهوم جزاكم الله خيرا. نبدأ أولا إن شاء الله، قبل ما نبدأ الدرس، في بعض الرؤى نذكرها ثم نكمل في درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام، يعني الأخ أو الأخت نور بتقول إن الصوت واضح، والأخ سمير بيقول واضح جدا، بارك الله فيكم. نذكر نحن اليوم في 23/3/2018، ونذكر إخواني أن الرؤى ظنية وليست قطعية ولا يترتب عليها أحكام شرعية، ونقول فيها دائما الله أعلم. وإن شاء الله إخواني يعني تكلمنا في هذا الأمر، ونذكر فيه دائما في كل مرة نبدأ فيها رؤى. أول شيء إخواني، الرؤية الأولى تتكلم عن السلطة، وتقول إنه في الفترة القادمة ستكون هناك حملة اعتقالات واسعة وشرسة ضد شخصيات تعارض خططها. هذه الرؤية الأولى. فإن شاء الله إخواني نقول يعني الله سبحانه وتعالى الحافظ بإذنه تعالى. الرؤية الثانية تتكلم أن هناك سيكون اجتماع ما بين قائد عسكري في الأراضي المقدسة محسوب على حزم الشيطان، ومسؤول أردني، وسيكون موضوع الاجتماع الأساسي هو التفاوض ظاهريا على السجناء الأردنيين المتواجدين في هذه المنطقة، ولكن على الحقيقة سيكون هناك أمور أخرى يتم التفاوض عليها والاتفاق عليها في هذا الاجتماع. الرؤية الثالثة تتكلم في بلاد الحرمين، وتقول أنه قد تم الاتفاق سرا، تم الاتفاق سرا ما بين محمد بن سلمان مع جماعات محسوبة على الشيطان، أن يتم افتتاح مدرسة تلمودية في بلاد الحرمين، وأن يتم إعطاء الدارسين في هذه المدرسة جوازات سفر سعودية، بحيث لا يحتاج تأشيرات دخول إلى بلاد الحرمين، يعني السماح لهم بالدخول إلى بلاد الحرمين. وضمن الاتفاقيات السرية الموجودة أن يعطى هؤلاء الإذن بطريقة ما أو بأخرى للوصول إلى الحرم المكي، يعني سيتمكنوا من دخول الحرم. وكما نعلم إخواني أن هذا الأمر في مخالفة شرعية عظمى، ولا يجوز ولا يصح، ولكن نحن نتكلم في رؤية، ولربما معنى الرؤية يكون رمزي،
وليس على ظاهر الرؤية نقول الله أعلم. ففي الرؤية، الرؤية تقول أنه سيتم السماح لهم بالوصول إلى الحرم بصورة سرية، وهذا الموضوع موجود تحت بند سري للغاية، وسيكون طلابه من مناطق مختلفة من العالم. وأيضا سيسمح لهؤلاء يعني المنتسبين إلى هذا إلى هذه المدرسة بالتملك سواء بالبناء أو الشراء للسكن في بلاد الحرمين. ونقول سبحانه وتعالى يعني أعلى أعلم بمراد هذه الرؤية، ولكن الظاهر تبعها أن الأمور في بلاد الحرمين تزداد سوءا في علاقة هؤلاء مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وتكمل لهذه الرؤية تتكلم أن محمد بن سلمان أيضا سيساهم ماديا في بناء أكبر معبد تلمودي في الأراضي المقدسة، وعبر هذين المعهدين أو المعبدين اللي موجودين في الأرض المقدسة وفي مكة ستتم بعثات تعليمية ما بين هذين المكانين. ولربما إخواني يعني معنى الرؤية السلام عليكم تدل على أن محمد بن سلمان على الغالب عنده ميول صبيانية تجعله يؤمن بخرافات هؤلاء أو بأعمالهم الكفرية اللي بتعاملوا فيها من قبيل الشعوذة والسحر. لربما كان يؤمن بأفعالهم أو تصرفاتهم، أو لربما كان يؤمن أن هؤلاء يستطيعوا إبقاؤه على سدة الحكم في الوقت الذي سيأتي في المهدي. ونعلم أنه المهدي عندما يأتي سيكون سبب في سقوط كل زعيم وملك وحاكم لا يسير على شريعة الإسلام. وإحنا في المقابل إخواني يعني نقول لمحمد بن سلمان وكل من على شاكلته يعني تستطيع بكل بساطة أن تحافظ على عرشك وملكك وحكمك وميزاتك اللي أنت موجود فيها بأن تقبل أن تسير على شريعة الله سبحانه وتعالى، قال الله وقال الرسول. فبقبولك هذا الأمر ومسيرك بحق على هذا الأمر سيكون هذا سبب كافي أن تبقى في مكانك عندما يأتي المهدي. المهدي لن ينزع الصالحين، على العكس سيثبتهم ويساعدهم ويعينهم على ما هم فيه، ولكن خروج هؤلاء عن سكة الصلاح من المؤكد هو السبب الرئيسي والأساسي في نزعهم عن هذه الأحكام. ونذكر إخواني وتكلمنا في درسنا في الأمس وفي دروسنا السابقة في كثير من الدروس، نحن نحسب أننا في آخر الزمان، ونقول والله أعلم يعني لم يتبقى وقت كثير لهؤلاء، يعني عليهم أن يعودوا لله سبحانه وتعالى لصوابهم. يعني ما يضر محمد بن سلمان وما يضر كل الملوك والزعماء اللي موجودين حاليا أن يخرجوا على العلن ويقولوا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والمهدي خليفة الله، سيأتي بحكم الله، ببشارة من الله، بوعد حق في القرآن الكريم مذكور في قال الله وقال الرسول، وأنه إن ظهر سيكون مؤيدين له وطائعون له على أمل أن يبقيهم في أماكنهم. ما يضر هؤلاء لو أخرجوا بهذا الأمر. أما أن يسارع هؤلاء لموالاة اليهود والنصارى والشياطين فهذا إخواني ليس بمقبول، لأنه يخالف الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى أمرنا في الكتاب والسنة أن لا نوالي هؤلاء ولا بأي حال من الأحوال.
رؤية أخيرة إخواني تتكلم عن غزة، وفي هذه الرؤية على ما يبدو أنه سيخفف أو ستخفف الإجراءات الأمنية على المعابر بطريقة ما للسماح لتهريب أسلحة من نوع ما إلى داخل القطاع. هلا من الذي سيخفف الإجراءات؟ من اللي راح يهرب؟ شو اللي راح يتهرب منه؟ ولا الله أعلم، ولربما كانت هذه كلها عبارة عن يعني رموز في هذه الرؤية، ونقول والله أعلم. ولكن يعني لا يضر عند وجود مثل هذه الرؤية الاحتراز والانتباه والتنبه لما قد يحدث على المعابر، ودائما نقول والله أعلم. طيب إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني نذكر اللي عنده سؤال يضعه على المباشر أو يضعه في ملاحظة يرسلها على الواتساب أو على الماسنجر، وإن شاء الله نجتهد أن نجيبه بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ زكريا يعني يسأل ما معنى خليفة الله؟ خليفة بمعنى أنه سيكون الخليفة على الخلافة التي بشر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان على منهاج النبوة. نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن 5 مراحل في عمر الأمة: الأولى منهاج نبوة أو النبوة، والثاني خلافة على منهاج النبوة، والثالثة حكم عاد، والرابع حكم جبري، ثم خامسا وأخيرا خلافة راشدة على منهاج النبوة. وهذه الخلافة الراشدة على منهاج النبوة أول خليفة فيها سيكون هو المهدي. فلما نقول المهدي خليفة، فنقول خليفة على هذه الخلافة اللي بشر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فهو سيكون أمر الله، يعني الوعد الحق الذي تكلم فيه سبحانه وتعالى في آخر الزمان في زوال بني إسرائيل، إنما يشير إلى قيام هذه الخلافة. فهذه الخلافة هي بأمر الله، فنستطيع أن نقول هو خليفة بأمر الرسول وبأمر الله، خليفة على منهاج النبوة، خليفة بأمر الله سبحانه وتعالى. لك أن تقول ماشي. أحد الإخوان يقول كيف سيدخل المهدي إلى بلاد الحرمين؟ يعني نعلم إخواني أن المهدي كشخصية غير معروفة، ولا ربما كانت معروفة، لا نعلم، من يعلم؟ يعني ممكن أنه خلينا نقول الشيطان وحزبه، لا نفترض أنهم بيعرفوا أنه هو موجود وبيعرفوا مين هو، لا نفترض. نسأل إخوان، لو كان الشيطان وحزبه يعلم من هو المهدي، نضع احتمالين. احتمال الأولاني أن حزب الشيطان سيقوم بقتل هذا المهدي، هذا الاحتمال الأولاني. الاحتمال الثاني أنه حزب الشيطان شو راح يسوي؟ ينتظر حتى يصل المهدي إلى مكة ويكون ما بين الركن والمقام، وتجتمع العلماء والخاصة، وعندها شو راح يسوي؟ يفكر بقتله، يعني راح يسمع له إيش؟ الوصول إلى مكة. هذول الاحتمالين، مظبوط ولا لا؟ طب نسأل أين مصلحة الشيطان؟ إنه يقتله قبل الوصول إلى مكة، ولا هو يحاول قتله عند الوصول إلى مكة؟ فنقول إن الشيطان وحزبه يعني من مصلحته إنه المهدي يوصل إلى ما بين الركن والمقام. ليه؟ لأنه وصوله إلى ما بين الركن والمقام وقيام مجموعة من الناس ببيعته تعني صحة بيعته، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، بيعة المهدي هي تمهيد لخروج الأعور الدجال، وخروج الأعور الدجال مصلحة لمين؟ للشيطان، مصلحة للشيطان. عشان هيك سيكون من مصلحة الشيطان أولا أن يسمح للمهدي بالوصول إلى الكعبة ما بين الركن والمقام، وبعدين بفكر في الإجراء اللي بده يتخذه حتى يتأكد أنه هو فعلا يعني أصبح في إرهاصات الوقت لخروج الأعور الدجال. عشان هيك أمر وصول المهدي إلى مكة أو ما بين الركن والمقام يعني شبه مؤكد، سواء كان الشيطان يعرفه ولا لا يعرفه.
طب هلا نرجع سؤال للخلف، هل الشيطان يعرف من هو المهدي؟ شو منقول؟ نقول هذا شبه مستحيل، شبه مستحيل. قد يعتقد الشيطان انه بيعرف المهدي. وانا احد الناس اليوم كلمني وابتداء كان يمهد بطريقة شرعية وعلمية ويتكلم كأنه مسلم، ولكن في النهاية يعني انا اطرح عليه سؤال وشو بقول له، من طريقة كلامه وطرحه وافكاره اللي هو بحطها انا وضعت له السؤال، بقول له يعني انا استطيع ان افهم من كلامك انك عضو في الماسونية؟ فصمت وبعدين رجع لي بجواب انه نعم انا موجود في هذه المؤسسه. ف يريد ان يوصل لي معلومات بطريقه معينه. هلا هذا الشخص اخواني لو كان محسوب على الماسونيه ليه بده يتكلم معي ويوصل لي معلومات بطريقه ما؟ اما انه بده يعرف المهدي او انه بده يوجهني بطريقه معينه افكر بايش بطريقتهم عشان اخدمهم من حيث لا ادري. فالشيطان وحزبه بفكر حاله ايش؟ فكر انه كل المعلومات موجودة عنده. بس يعني انا اؤكد للشيطان وعلى رأسهم ابليس ومن تحتهم عبدة الشياطين ومن تحتهم اولياءهم من الملوك والحكام ومن تحتهم علماء السلاطين ومن تحتهم كل الاعوان الصغار، بأكد لهم كلهم كلكم لا تستطيعوا ان تغيروا امر من اوامر الله سبحانه وتعالى. والمهدي امر من اوامر الله سبحانه وتعالى، امره مقدر من الله سبحانه وتعالى. فمهما اعتقد ومهما ظنيت ومهما فكرت حالك شاطر، تذكر انك انت تتعامل مع الله اللي هو فوق كل شيء. والله سبحانه وتعالى بين لنا وقال ويمكرون ويمكر الله ومن مكره سيسود ويفوز. مكر هؤلاء ام مكر الله سبحانه وتعالى؟ والله خير الماكر. عشان هيك لن يكون إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى، لن يكون إلا ما قدر الله. فلربما هؤلاء كانوا يعتقدوا إنه شخص معين هو المهدي، ولكن ما أدراهم إنه فعلا هو المهدي. لربما سبحانه وتعالى وضع هذا الشخص بكل المواصفات اللي فيها المهدي عشان هم شو يسووه، يتمهم ماشيين وراه. وفي هذا الوقت سبحانه وتعالى شو بيسوي؟ بيسر للمهدي امره انه هو يوصل للي بده اياه. فهذا مكر الله سبحانه وتعالى. عشان هيك بنقول انه وصول المهدي الى مكان بيعته هذا شأن الله وامر الله، ولن يستطيع احد ان يمنع هذا الامر. الا انه في نفس الوقت اخوان احنا كمسلمين المفروض يكون في عنا حنكة، بحيث انه احنا نتصرف بذكاء ونتصرف بايش؟ بامر يتبع الشرع سبحانه وتعالى، نتبع شرع الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو على سبيل المثال انا اعتقدت بشخص معين انه المهدي، واعتقدت انه بتاريخ معين راح يكون في مكة، فشو لازم اسوي؟ هل بطنطن وبصيح وبنادي وبقول يا ناس يا هو هاي المهدي بده يكون بتاريخ كذا وكذا في هذا المكان؟ لا. شو بدي اسوي؟ بدي اسر هذا الامر. ليه؟ لانه هذا الامر مقدر، وثانيا من باب الاخذ في الاسباب انه انا احافظ على هذه الامور. اي نعم الاسباب او الاخذ بالاسباب لا تغير قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، انما الاخذ في الاسباب يصبح جزء من الاسباب نفسها. يعني اذا احنا نظرنا قد نستطيع أن نقول إنه الأخذ بالأسباب لا شيء مقابل قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن ضرورية الأخذ في الأسباب تصبح كل شيء، مع إنه الأخذ في الأسباب نفسه لا شيء، إنه ضرور، ولكن ضرورية الأخذ فيها يصبح كل شيء. فيجب أن نأخذ في الأسباب. فنقول للأخ السائل لا تقلق، وصول المهدي إلى ما بين الركن والمقام لبيعته سيكون أمر من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيهيئ له الظروف لهذا المكان. ونسأل إخوان، من الذي أخرج سيدنا إبراهيم من النار؟ تعرفوا النار اللي ألقوا فيها سيدنا إبراهيم؟
يعني يقال إنه يقال ولا ندري يعني، ولكن في قصص الأنبياء يقال إنه الناس جمعت حطب لسيدنا إبراهيم من أجل حرقه يقال لمدة عام، وهي تجمع الحطب حتى صنعوا جبل من النار، ولما أشعلوا في هذا الخشب النيران ما حدا قدر يقرب على النار من شدتها وعظمتها، لدرجة أنهم اضطروا أنهم وضعوا سيدنا إبراهيم على منجنيق وألقوا داخل النار. هذا الكم الهائل اللي جمعهم، يعني نحط حالنا قبل رمي سيدنا إبراهيم في النار نسأل من سيخرج إبراهيم من هذه النار؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى أخرجه من هذه النار حتى نتيقن أن أمر الله سبحانه وتعالى نافذ ولا تغيير لأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل إخوان، لما سيدنا موسى مع قومه وقفوا أمام البحر، البحر من قدامهم وجاء فرعون من خلفهم وشالوا إنا لمدركون، انتهى الموضوع خلاص خلصنا. نسأل في تلك اللحظة قبل ما يضرب موسى البحر بعصاه، نسأل كيف الخلاص؟ من سيأتي بالخلاص؟ إذا احنا نظرنا لإجابتنا احنا البشر نقول ما في خلاص، انتهى الموضوع. ولكن سيدنا موسى يعني كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه، إن ربي معي سيهدين. فالله سبحانه وتعالى إخواني هو الذي يخرج وينقذ ويدبر أمور الناس. لما نسأل أنه هاجر لما كانت تحمل ابنها سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وما في عندها ماء وما في في بضرعها حليب وما في بعيونها دموع حتى إن هي تسقي الماء ويكاد يهلك من شدة العطش في صحراء قاحلة، إن نظرت حولك دائرة كاملة 360 درجة على مد البصر ما في حياة، لا في شجر ولا في ماء ولا في طير. نسأل من سينقذ هؤلاء من هذا الحم ومن هذا العطش؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أنقذهم وأخرج من بين أقدام سيدنا إسماعيل نبعة زمزم، ماء زمزم، وللآن وهي تجري هذه المياه. عندما نسأل إخواني لما سيدنا يونس ألقوه في البحر والتقموا الحوت لقمة واحدة يعني دخل في بطن الحوت، ماذا يمكن أن يخرج سيدنا يونس من بطن الحوت؟ لو إحنا كنا موجودين في السفينة في ذلك الوقت وننظر إلى هذا الحوت الضخم اللي ابتلع سيدنا يونس ونسأل يا شباب يلا بدنا ننقذه من بطن الحوت، من يستطيع أن يخرجه من بطن الحوت؟ من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. فنقول أن الذي دبر أمور كل هؤلاء قادر على أن يدبر أمر المهدي، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، أمر الله عز وجل كن فيكون. إنما سبحانه وتعالى يعطينا الفرص، يعني لحد هلأ إحنا في فرصة نسير، في فرصة إن في هذا الوقت اللي أنت موجود فيه حاليا شو بدك تسوي؟ إحنا في المسجد الأقصى شو بدنا نسوي؟ هل سنعود إلى الصلاح ونرابط داخل المسجد الأقصى ونحمي هذا المسجد؟ ماذا سيفعل حكام العرب؟ هل سيتعظ حكام العرب ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويخرجوا على شعوبهم وناسهم ويقولوا المهدي قادم ونحن سنفعل قبل مجيء المهدي ما سيفعل المهدي؟ المهدي سينشر العدل، فلما لا يقوم هؤلاء بنشر العدل؟ المهدي سيمنع الظلم، فلما لا يقوم هؤلاء بمنع الظلم؟ المهدي سيقوم ب يعني تقسيم الماء الصحاح على الناس، يعني سيعم الرخاء بين الناس، فلما لا يقوم هؤلاء بتقسيم المال على هؤلاء؟ فنقول إخواني هذه فرصة، فرصة ينظر الله سبحانه وتعالى ماذا ستفعل، والمكروبين الموجودين تحت وطأة هؤلاء الحكام أيضا في فرصة، الله سبحانه وتعالى يجعلهم ويضعهم في كرب وغم وهم، فماذا هم فاعلون؟ هل سيقول
أن هذا الكرب جاءني ولم جاءني أنا وترك غيري، ولا بده يقول هذا أمر الله سبحانه وتعالى وأنا أرتضي ما يأتي من الله وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله رب العالمين. فإن ارتضى هؤلاء أمر الله وحكموا وحمدوا الله سبحانه وتعالى فهذا يعني أنهم هم قبلوا هذا الابتلاء وهذا البلاء وأخذوا بإذن الله الأجر العظيم على هذا الصبر الجميل بإذنه تعالى. طيب إخواني إن شاء الله نشوف إذا في حدا عنده سؤال آخر، يعني إحنا كنا بدنا نكمل في درسنا ولكن إن شاء الله ننظر إذا في حدا عنده أي أسئلة أخرى. يعني نحاول قدر الإمكان نجعل أسئلتنا في ضمن الموضوع. يعني في أخ بيسأل هل هناك فرق ما بين القرآن الكريم والفرقان جزاكم الله خير؟ القرآن إخواني هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبر جبريل عليه السلام، وهذا القرآن له صفات، كلام الله له صفات، من الصفات أنه مصدر هداية، يعني من يسمع القرآن الكريم إن تقبل هذه الهداية الله سبحانه وتعالى هدى فيها. ومن صفات القرآن الكريم أنه فرقان، يعطينا الإمكانية أن نفرق ما بين الحلال والحرام، ما بين الصواب والخطأ، فنقول الفرقان هي صفة للقرآن وأيضا صفة لكل الكتب السماوية التي نزلت من السماء. فالتوراة فيها فرقان، والإنجيل فيها فرقان، والزبور فيه فرقان، والقرآن فيه فرقان، وأيضا كل الكتب السماوية فيها هداية وهدى من الله سبحانه وتعالى. فالفرقان هي صفة من صفات القرآن. طيب طيب إخواني يعني نكتفي بالأسئلة على المباشر لأنه راح نضيع كتير وقت. يعني نعود بإذن الله لتكمل درسنا الأخير الذي ابتدأنا فيه حول الفتن والمصائب والابتلاءات حتى نحن نجمل القول. ابتدأنا بالفتن وعرفنا الفتنة وقلنا الفتنة هي عبارة عن مفترق طرق، الله سبحانه وتعالى يضعك على مفترق طرق ونتيجة هذا المفترق إما تفعل حلال أو تفعل حرام. كأن يضعك كما قلنا ضربنا مثال إنسان يعمل عند خلينا نقول تاجر، وهذا التاجر يترك المال أمام هذا العامل، فبإمكان العامل أن يسرق من مال التاجر أو أنه يعصم نفسه من هذا المال. فإن سرق هو عصى الله سبحانه وتعالى، وإن عصم نفسه مع قدرته على السرقة شو بكون؟ يكون عصم نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، فإمكانه أنه يعصي الله أو يعصم نفسه أمام الله. هذا الأمر إخواني اللي في مثل هذا الافتراق شو بنسميه؟ فتنة. وأعظم الفتنة أن يوضع أو أن يضعك إنسان على مفترق طريق، أن تقول لا إله إلا الله أو تنكر أو تشرك مع الله إله آخر كما فعل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود فتنوا الناس، وهنا الفتنة تصبح أعظم من القتل وأكبر من القتل وأشد من القتل. هذه هي الفتنة التي قد يوضع عليها الإنسان في مثل هذا الحال. هلا الفتن الصغيرة إخواني، يعني احنا بنعرف انه في عنا فتن كثيرة في الدنيا، واحنا في عقب كل صلاة لما نصلي نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أجرنا من عذاب جهنم، يعني كل شيء يقربنا إلى جهنم هذا يصبح فتنة. اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات، اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم أجرنا من فتنة القبر، يعني هذه أمور نتعوذ فيها عقب كل صلاة. فنقول الفتن هي ما تضعك على مفترق طرق في إما معصية أو عصمة أمام الله سبحانه وتعالى. هلا في أمور إخواني لما يوضع عليها الإنسان، يعني المثال اللي احنا ضربناه
يعني إنسان يعمل عند تاجر قد يسرق منه. هلا إذا سرق منه ماذا يترتب عليه؟ أول شيء إخواني في هذه السرقة اللي وضع فيها أمام الفتنة أصبح في أمرين. الأمر الأولاني هو وقع في حق الله اللي هو السرقة، والأمر الثاني وقع في حق العبد اللي هو إيش؟ المال. يعني صار في عليه حقين، حق لله عز وجل إنه هو عصى أمر الله سبحانه وتعالى لما أمره سبحانه وتعالى أن لا يسرق، والحق الثاني على مين؟ الحق الثاني للعبد اللي سرق منه وصار في عليه مال. هلا ماذا يفعل في هذين الأمرين؟ إما إنه يبقى عليهم ويتم مغطرش وماشي، أو إنه هو يستغفر الله ويتوب. هلا حتى إنه يستغفر الله بده هو يؤدي الحقين، يعني الاستغفار والتوبة والعزم على عدم الرجوع للذنب، هذا الشأن مع الله سبحانه وتعالى. ولكن شو بتم عليه؟ إنه يرجع الحقوق للعباد لصاحب المال. شو بده يسوي؟ بده يرجع له المال. لا يجوز إنك تقول والله أنا توبت وخلص عفى الله عما سلف، ما بنفع. شو لازم تسوي؟ لازم ترجع الحقوق للعباد. ونذكر إخوان حتى من يحج بيت الله الحرام يعود كما ولدت أمه من الذنوب، ولكن شو بيبقى عليه؟ حقوق العباد لا يسمح فيها سبحانه وتعالى ولا يسامح فيها عز وجل إلا أن يقوم العبد نفسه بالمسامحة إن شاء، أما إن لم يشاء تبقى هذه الحقوق معلقة في رقبة هذا الإنسان. ونذكر إخواني ببعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بحقوق العباد. شو بقول سبحانه صلى الله عليه وسلم؟ بقول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن بعلقة، أو المؤمن، خلينا نبدأ في هذا الحديث، المؤمن مغلول في قبره حتى يقضى عنه الدين. يعني إذا كان الإنسان نزل قبره يعني مات وصار في قبره، هذا القبر يغل عليه إذا كان فيه إيش؟ حقوق للعباد. وشو بتمه؟ بتمه مغلول لإمتن؟ حتى يقضى عنه الدين. يعني واحد في الدنيا يقرر أنه يسد عنه الدين. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين. بنعرف لما يموت الإنسان وتقبض الملائكة روحه إن كانت طيبة، مؤمن، ملائكة بيض ومعها حنوط وعطور من الجنة تمشي في باتجاه عليين في السماوات حتى تصل السماء الأولى فتستفتح، يعني تطرق على باب السماء، ولكن لما تستفتح لا تفتح لها أبواب السماوات. ليه؟ لأنه في عليه حقوق للعباد، في عليه حقوق للعباد فلا تفتح له أبواب السماء. يبقى معلق بدينه حتى يقضى عنه الدين. وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم قتل في سبيل الله، يعني شهيد ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله، يعني ثلاث شهادات، وعليه دين ما دخل الجنة، بتمه إيش؟ بتمه ينتظر في صف الحساب حتى يأتي غريمه ويدفع بدل قيمة الدين لهذا الغريب. من إيش بده يدفعها؟ بالتقاص بالحسنات والسيئات، فيأخذ غريمه من حسناته، حتى إن فنيت حسناته يطرح غريمه إيش؟ سيئاته عليه. فهذا إخواني أمر عظيم، نذكر إنه إذا فتن الإنسان في أمر دنيوي عليه أن يستغفر ويتوب ويعيد الحقوق للعباد. فإن قلنا إنه هذا الإنسان يعني لا يريد أن يفضح نفسه، على سبيل المثال سرق وما بده يفضح نفسه، شو منقول؟ يرسل هذا المال عبر طرف ثالث دون أن يفسع عن نفسه، بودي له إياه وبرسل له إياه، بقول له هذا الشيء شخص أخذه منك وتاب وبده يرجع لك إياه من غير ما يذكر نفسه، أو بطرق على باب وبترك له إياه على باب الدار، يعني بلاقي له طريقة. فإن قلنا إنه هذا الإنسان ما عاد معه هذا المال، يعني سرق وأكل هذا المال ما تمش عنده مال وتاب توبة نصوحة، فمنقول أمره على الله. لأنه في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من استدان ينوي السداد سد الله عنه، سد الله عنه. فإن كان عنده القدرة على إعادة الدين وما عده ما أعاده،
هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إن نوى إنه يعيده فبصير أمره على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية عن هذا الإنسان. طيب هذا إخواني إن تاب. طيب نقول إنسان ما تاب يعني سرق وأكل حقوق العباد بعد هذه الفتنة وتم هذا الحق موجود عنده، والله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة وفرصتين إنه يرجعوا ما رجعوا، شو بصير فيه؟ منقول على الغالب إنه هذا الإنسان سيصاب بشيء اسمه مصيبة. هلا من المصطلح الثاني تكلمنا عن المصطلح الأول شو اسمه؟ فتنة. المصطلح الثاني شو اسمه؟ مصيبة. شو يعني مصيبة؟ يعني طالما إنك أنت قمت بعمل أذنبت فيه أمام الله سبحانه وتعالى هذا العمل سيتسبب لك في مصيبة في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طالما إنك أنت قمت بهذا العمل قد تتسبب لنفسك بمصيبة. ما تاب هذا الإنسان، ما رجع لله سبحانه وتعالى، ما استغفر، فعلى الغالب أن تصيبه مصيبة. عشان هيك كل إنسان يقوم بذنب وبغض النظر إخوان سواء كان في حقوق للعباد ولا ما كان في حقوق للعباد، أذنب الذنب الله سبحانه وتعالى أمرك إنك أنت ما تفعله. على سبيل المثال إنسان ما بيصلي بيسأل فين حقوق العباد، تقول ما في حقوق للعباد. إنسان ما بيصوم فيش حقوق للعباد بس في حق لله. أو إنه أذى إنسان، ضربه شتمه استغابه، يعني في حق للعباد، قام بذنب، ماذا سيكون حاله؟ نقول الأرجح أنه ستصيبه مصيبة. هذه المصيبة تكون بمثابة الكفارة للذنب اللي هو أذنبه. الله سبحانه وتعالى شو بيسوي؟ يصيبه بهذه المصيبة حتى يرفع عنه هذا الذنب اللي هو أذنبه. نقول ليه؟ نقول لأنه الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، من شدة رحمته ما بيحب يعذب هذا العبد فين؟ في نار جهنم. في أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب يوم القيامة. شو يعني ليس عليها عذاب يوم القيامة؟ يعني عذابها في الدنيا، عذابها في الدنيا، فلما يقوم هذا الإنسان بهذه المعصية يعذب في الدنيا بعد أن يعطى فرصة أنه يتوب ويرجع الحق الحقوق. فإن ما تاب وما رجع الحقوق للعباد تصيب هذه المصيبة كنوع من العذاب بدل عن عذاب الآخرة. ونقول والله أعلم. عشان هيك إخوان كانوا الصالحين من قبلنا لما يدخل واحد فيهم على بيته على سبيل المثال وينظر لوجه زوجته إليها عابس، ما يقول لها مالك يا مرة ليش معابسة ليش مكشرة، شو يقول؟ يقول أين عصيت الله؟ يسأل نفسه يقول أنا اليوم فين عصيت الله سبحانه وتعالى؟ فكانوا يقولوا إني أرى معصيتي لله في سوء أدب زوجتي ودابتي. يعني واحد اليوم إخواني يطلع يركب سيارة، سيارته وشغل السيارة مش قابلة تشتغل، يقول الميكانيكي، يقول فلان، يقول علان، لا شو يقول؟ يقول يا رب إذا أنا عصيتك في الشيء اغفر لي. يبدأ يستغفر الله سبحانه وتعالى، يتذكر حاله شو فعل قبل بيوم، يعود يرجع بحساباته ويسأل حاله أنا مبارح شو عملت، أنا شو سويت، إيش ممكن إني عصيت الله سبحانه وتعالى حتى أنه هاي السيارة ما تشتغل. عشان هيك إخوان نقول هذا الأمر الثاني مصيبة تصيب الإنسان. هلا لو سألنا المصيبة اللي تصيب الإنسان خير ولا شر، شو منقول؟ مع أنها هي عذاب لأنها خير عظيم. ليش؟ لأن هي بتخفف عنك عذاب عظيم يوم القيامة وبتعجل لك إياه فين؟ في الدنيا. وأنه أسهل عذاب الدنيا والعذاب الآخرة، إنه عذاب الدنيا أسهل بكثير كثير من عذاب الآخرة. عشان هيك أن تعجل أو أن يعجل العذاب في الدنيا فهو بمثابة رحمة. أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب يوم القيامة، بمعنى عذابها في الدنيا. فنقول إن فتن الإنسان وعصى الله سبحانه وتعالى عليه أولا أن يتوب لله ويستغفر ويعيد الحقوق لأصحابه.
فإن لم يفعل فلينتظر عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فبنقول إنسان عصى الله سبحانه وتعالى وما تاب وما استغفر وما أجت عقوبة في الدنيا، شو دلالة هذا الإشي؟ دلالة هذا الإشي أن هذا الإنسان ليس بمؤمن وأنه سيعذب في نار جهنم، وهذا العظيم وهذا الخطير. عشان هيك لما إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى وتجي عقوبة، شو لازم يسوي؟ لازم يستبشر في هذه العقوبة إنه ماله، إنه لا زال ضمن الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم بمنظور أنه هذا إنسان مؤمن، ويجب أن ينقى وينظف من هذه العقوبة في الدنيا قبل أن يرفع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذه العقوبة الربانية إنما هي رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. طيب إنسان إخوان نقول إنه يعني أصبح نقي، شو يعني؟ يعني سواء واحدة من تنتين، إنه أصلا لما فتن ما افتتن وما عصى الله سبحانه وتعالى وعصم نفسه وتم ماشي في الصراط المستقيم، أو إنسان فتن وافتتن وعصى الله سبحانه وتعالى ولكنه بعد هذا تاب واستغفر وأعاد الحقوق، أو فتن وأصابته مصيبة نقته من الذنب اللي هو أذنب فيه وعاد صفحة بيضاء، شو رجع؟ رجع صفحة بيضاء وهو صفحة بيضاء شعر انه شيء يأتي عليه، وهذا الشيء هم وغم. نسأل الهم والغم والشدة والكربة التي تصيب الإنسان صاحب القلب الأبيض يعني ما في عليه ذنوب، من أين تأتي ولما تأتي على هذا الإنسان؟ هنا نقول أن هذه تسمى ابتلاء. فصار فينا ثلاث مصطلحات، لاحظوا، فتنة، مصيبة، ولا المصطلح الثالث شو هو؟ ابتلاء. لننظر إلى الابتلاء. أما الابتلاء إخواني ففي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء، والأنبياء مين هم إخواني؟ خير البشر. يعني الابتلاءات على مين بتيجي؟ على الناس الصالحة اللي قلوبها بيضاء. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى بحسب دينه. فإذا كان في دين العبد غلظة كان ابتلاؤه غليظ، وإذا كان في دين العبد رقة كان ابتلاؤه رقيق. فالابتلاء يأتي على مين؟ يأتي على إنسان مسلم محسن قلبه أبيض، ويكون هذا الابتلاء بمثابة إيش؟ بمثابة دليل إنه أنت في محبة الله سبحانه وتعالى، لأنه أشد الناس ابتلاء من هم؟ الأنبياء. وهذا الابتلاء إخواني المقصد منه أن تصبر على ما ابتلاك فيه سبحانه وتعالى، وتقول الحمد لله، وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن صبرت على هذا الابتلاء شو كان فيه إليك؟ كان فيه إليك عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى، كما علمنا سبحانه وتعالى في قوله وما أصابكم، في قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصابر على ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى صاحب حظ عظيم. عشان هيك إخواني المسلم حتى لو كانت سيرته وسريرته وقلبه أبيض وبيعرف حاله أنه ما عصى الله سبحانه وتعالى وما أذنب في ذنب الله سبحانه في جنب الله سبحانه وتعالى، وتصيبه هذه الهموم، شو بيسوي؟ يفرح. ليش؟ لأنه هذه الهموم بمثابة تزكية من الله سبحانه وتعالى إله أنه يرفع درجات في الجنة. يعني أتى إخواني، يعني هذا الحديث حدثنا فيه أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وشو قال له؟ قال له يا رسول الله والله إني لا أحبك. فشو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يا فلان انظر ماذا تقول. فهذا الأعرابي بنظر بفكر مش فاهم شو الموضوع، بقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله إني لا أحبك المرة الثانية.
فالرسول شو بيقول له؟ انظر ماذا تقول، يعني انت عمالك تقول شيء خطير. فيكررها الاعرابي للمره الثالثه ويقول: يا رسول الله والله اني لا احبك. فشو بيقول الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ان كنت تحبني فاعد للفقر شفافا، نحضر حالك للفقر، فان الفقر اسرع الى من يحبني من السيل من راس الجبل الى منتهى. ان كل ما حبينا الله سبحانه وتعالى اكثر، شو كنا عرضه للمصائب والابتلاءات اكثر. كل ما انت كنت ماشي في طريق الخير، شو بكون عليك؟ الشر يتكالب اكثر واكثر. ليه؟ عشان انت كل ما وضعت في مثل هذا الامتحان وصبرت، شو بكون في لك؟ بكون في لك درجه في الجنه. انسان عادي لا يبتلى بتمه ماشي ماشي، فيش عليه ابتلاء. ولكن كل ما انت تم ابتلاءك، شو معناه؟ معناه انت تم رفعك في الجنه اكثر واكثر. وكل ما كان مقدار صبرك واحتمالك على هذا الابتلاء اكثر، كل ما كانت درجتك ان شاء الله اعظم عند الله سبحانه وتعالى. عشان هيك يا اخوان، فلو سالنا المصيبه خير ولا مش خير، شو بنقول؟ المصيبه خير، لانها تبديل عقوبه كانت تنتظر في السماوات في نار جهنم بشيء دنيوي زائل ومنتهي. والابتلاء شو بنقول؟ خير ولا مش خير؟ بنقول خير. ليش؟ لانه الابتلاء انما هي رفع درجات في الجنه ان شاء الله، تحط عنا الخطايا وترفعنا درجات في الجنه باذن الله. عشان هيك يا اخوان، كل امر المسلم خير، كل امر المسلم خير، بغض النظر ايش اصابك، سواء شيء استشعرت فيه الخير فهو خير، وسواء شيء استشعرت فيه الشر شو بكون كمان؟ خير، اذا كنت مؤمن. لانه هذا اللي استشعرت فيه الشر واحده من تنتين، اما مصيبه او ابتلاء، والتنتين في كل الاحوال شو هم خير باذن الله. عشان هيك يا اخوان اذكركم، انا كل ما يصيبنا هو من الله، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. واذكركم ان ما اصابك من الله لا يمكن ان يخطئ، مستحيل. عشان هيك ما تقولش لو صاب غيري او لو ما اصابنيش. ثالثا بذكرك انه اللي اجى من الله اجى من الكريم، الله سبحانه وتعالى هو الكريم وهو الرحيم وهو العظيم. عشان هيك هذا اللي اجاك انما هو رحمه وكرم من الله، حتى لو شعرت فيها ايش؟ السوء والغلظه. عشان هيك يا اخوان، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، نقول دائما الحمد لله وانا لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا، واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
الله.